الوالدين، خذ صندوقا يحمل 10، سنطبق اللعبه الان. نلعب اللعبه هذه، نلعب هاي السله على الارض هنا، حاول ان ترمي الكرات العشره داخل السله وسنرى من الفائز، ان كنت انت الفائز او زميلتك هي الفائزه. واحده اثنتان، جيد. ثلاثة. ركز ركز ركز، جيد. ها عندما نركز نرمي. شكرا. لا نأخذ من الصندوق الثاني، لا نأخذ من الصندوق الثاني. يلا سنعود. تحصل على كم؟ يلا ارمي الكرات داخل السلة. واحدة. شكرا. نرى من الفائز. نعود. هل نستطيع ان نقول ان اثنان او لينا تحصلت على نصف العدد الذي كان في الصندوق؟ لا. ما هو نصف العدد الذي كان في الصندوق؟ 10. 10. 5. 5. 5. اذا كان لديها 10 وتحصلت على كرتين فقط. الآن أكملنا، إذن أكرم وملاك تحصل على 10 10، وبذلك كانت تحصل نجم الدين على 4 كرات أقل من النصف، واثنان أقل من النصف بكثير. جيد، صفق على زميليكما.